thank you انطلقت عمليه تسجيل الطلبه الجدد بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه التابعه لجامعه المولاي اسماعيل برسم الموسم الجامعي 2023 2024 تزامنا مع تطبيق الاصلاح البيداغوجي الجديد اللي كتضمنوا هذه السنه هذا الاصلاح الجامعي اللي كيهدف خلق تكوينات جديده اللي مع مستلزمات سوق الشغل وكذلك مع السياسة العامة المتبعة من طرف الدولة والتوجهات الكبرى للوزارة الوصية هاد السنة هاد الإصلاح الجامعي هاد التكوينات الجديدة كلها كتهدف خلق كفاءات عالية كفاءات كبيرة بالبلاد ديالنا آه هاد المسالك الجديدة اللي حاولنا اننا آه نحاول ندير بقوة آه المهارات الذاتية والحياتية لي باور سكيلز كذلك اعتمدنا اللو... على اللغات الاجنبيه وكذلك درنا تخصصات جديده الى خدينا كمثال كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه فكنلقاو بان هناك عده مسالك اقترحنا هذه السنه بالنسبه للاجازه 17 المسلك وهذه جديد بحيث كنا تنقترحوا خمسه المسالك اليوم تنقترحوا 17 المسلك كلها تخصصات جديده الى خديت مثلا التدبير شعبة التدبير فاش تلقى بأن كاين الكونتابيليتي فينونس فيسكاليتي كاين كوميرس ماركتين كاين اي أسيرونس مانجمنت دي غوسورس هيومان ولا خدينا مثلا الاقتصاد كنلقاو بأن عندنا ليكونومي انترناسيونال ليكونومي ريجيونال بوليتيك ايكونوميك ايكونوميتري ولا خدينا شعبه القانون الخاص تلقاو هناك مسالك ديال قانون المال والاعمال المال القانونيه والقضائيه وبالفرنسيه ميتي دووا اي دو لا جوستيس دووا فينانسي دي زافير ولا خدينا شعبه القانون العام تلقاو مسالك كذلك جديده اللي كيطلبها سوق الشغل وهي الدراسات الاداريه والماليه الدراسات السياسيه والدوليه وهناك كنلقاو ليزيتيد بوليتيك انترناسيونال ايتيد ادمنستراتيف اي فينانسيير وبالنسبه للقانون الخاص باللغه الفرنسيه هناك كذلك سيونس كريمينال بالاضافه لهذه المسالك هذا المستجد ديال هذا الاصلاح هو مسالك التميز اللي الطلبه اللي عندهم باك زائد سنتين غادي يتقدموا لواحد المباراه ولا نحاولوا نعزلوا منهم المتميزين اللي غادي يقراوا لمده ثلاث سنوات وهنا الكليه ديالنا تم اقترحات جوج ديال المسالك ديال التميز واحد بالنسبه للاقتصاد والتدبير اللي هو لانجينيري كونتابل فيسكال اي فينونسيير وكذلك بالنسبه ل القانون الخاص اللي خدينا مسلك التمييز لقانون الاعمال والعقار فكيبان من خلال هذا الاصلاح به هناك عده مسالك هناك عده تخصصات وكنحاولوا ما امكن اننا نسهلوا الولوجيه ديال الطلبه ديالنا لسوق العمل اذا رجعت العمليه التسجيل اللي هذا اليوم هو اليوم الاول اللي لحد الان غنسجلوا في هذا اليوم الاول قرابه 1400 طالب اللي تم التسجيل ديالها تقريبا 8000 طالب جديد اللي غيتسجل بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه كنعرفوا ان كليات الحقوق على الصعيد الوطني كتعرفوا واحد الاقبال واقبال كبير واللي كنحاولوا اننا نسهلوا الماموريه ونستقبلوا الطالب في احسن الظروف فكان واحد التسجيل قبلي والطالب اليوم في عمليه التسجيل تنقوم اولا بالتحسيس ديالو وكنحاولوا نرشدوه تنحاولوا ما امكن اننا نبينوا له المضامين ديال مختلف المسالك وتنحاولوا التوجيه ديالو ومن بعد تيقوم بالتسجيل وفي عمليه التسجيل كنحاولوا نعطيوه بسميتو نسخه من التسجيل كذلك كنعطيوه بطاقه الطالب وكذلك تنعطيوه اليوم الوزاره الوصيه اللي مدتنا بواحد البطائق ديال بطائق اللي يمكن لهم يتبعوا جميع الموارد الالكترونيه واللي فيهم رقم هاتف الطالب اللي غيكون عندنا داخل المؤسسه والطالب يمكن له يولج لجميع المعلومات الالكترونيه لا داخل المؤسسه ولا على الصعيد الوطني عن طريق هاد البطاقه اللي مدتنا بها الوزاره اللي غتسهل الماموريه على الطلبه فكيبان من خلال هذه السنه ان هناك اقبال كبير هناك كنستقبلوا الطلبه في ظروف جيده وحسنه هناك تسجيل قبلي كنتظروا قرابه 8000 طالب وحنا كنحاولوا ما امكن اننا نواكبوا الطالب الجديد باش ان شاء الله نتمنوا ان غتكون ان شاء الله بدايه الدراسه يوم 18 شتنبر 2023 لان نحاولوا نستقبلوا فيها الطلبه الجدد ويوم 11 شتنبر نستقبلوا طلبة القدامى كنتمنوا التوفيق لطلبتنا داخل مؤسستنا كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بمكنس قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي